أدى انهيار في منجم ذهب في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين إلى احتجاز 18 عاملا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وكان نحو 40 شخصا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة يينينغ انهار بهم، حيث تم انتشال 22 عاملا بينما ما زال 18 آخرين محاصرين.